بالزوم دكتور داليا هندي، وهي الباحثة والمهتمة بشؤون المرأة. أهلا بيكي يا أستاذة داليا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بحضرتك. وكل سنة وكل فتاة مصرية بخير وسعادة وصحة، وكل أسرة مصرية بخير يا فندم. كلنا طيبين، وكل سنة وكل بنت في مصر طيبة، وكل سيدة في مصر طيبة. عايزة أسألك يا أستاذة داليا في بداية الحوار كده، إزاي أنا كبنت أحمي نفسي من الابتزاز الإلكتروني اللي هو طبعا بقى موجود دلوقتي مع وجود السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي؟ والله الحقيقة الموضوع ده بقى منتشر بشكل كبير جدا الفترة دي بين المجتمع المصري خاصة. يعني البنت الأول المفروض إن هي تحافظ على نفسها، إن هي مش أي حد، يعني يبقى فيه برايفسي على المواقع بتاعتها على الفيسبوك، يبقى مش أي حد تقبله، لازم تبقى عارفة إن هو يبقى فيه النطاق المجتمعي، تبقى عارفاه كويس قوي، مش أي حد تتقبل منه دعوة فتقبلها. دي أول بوينت تقبلها. يعني النقطة التانية إن يبقى فيه لغة حوار أسري، الأم طبعا بتشارك فيها مع البنت، إن هي بتقول لها خلي بالك، وتبقى تصاحبها وتقرب منها، خاصة في الفترة اللي هي فيها متغيرات فسيولوجية وبيولوجية البنت بتمر بيها، ده قبل ما يحدث الموضوع الابتزاز. لازم يكون في حوار، حين بقى ولازم تديها الأمان إنه لو حصل معاها أي طبعا حاجة تيجي جري تقول لها. طبعا طبعا لازم يبقى في نوع من أنواع الصداقة بين الأم والبنت، إن هي تسمح لها إن هي تقول لها تفاصيل كتيرة في حياتها، والأم كمان لازم يبقى عندها الثقافة إن هي تسمع للبنت دي وبنتها، وتبتدي إن هي ما تعنفهاش، بس بشكل توصل لها المعلومة بشكل بالظبط الجيل طبعا، نفسه يفهمها. فلازم الثقافة الأسرية الأول للأم. بالظبط، لانه دي فكره المرحلة التخويف والارهاب اللي ممكن الام طبعا من خوفها على بنتها تسلك السلوك اللي هو بتاع اللي هو التخويف وفي ارهاب نوعا ما، ده ممكن يخلي المشكله تكبر، ممكن يخلي المشكله توصل لمرحله ما يبقاش ليها حل، لانه هنا البنت عمرها ما هتلجأ لمامتها في بدايه هتلجأ المشكله. لناس تانية، صحاب تانية، ثقافات تانية، ناس تانية ممكن تديها النصيحة بشكل مش صح، فهنبتدي تقع بقى الكارثة. لما بقى يحصل الابتزاز واحنا بقى خلاص وصلنا للمرحلة دي، فالبنت لازم تبين للشخص اللي بيبتزها ان هي واثقة من نفسها، وان هي حضرتك تقدر تعمل اللي انت عايزه، انا ما عملتش حاجة، انا هكلم والدتي، انا عندي في تشانلز او في لينكات خاصة بوزارة الداخلية، هبتدي ان انا اقول لهم ان انت بتبتزني. فالشخص اللي بيبتزها دوت هيبتدي يخاف، لكن هي لو حسيته ان هي خايفه وضعيفه فهو بيتمادى في الامر. صحيح، ده طبعا، يعني ده بداية طبعا كده يعني لما بواجه المبتز ده بإني هلجأ لوالدتي لحد أكبر مني، أنا هلجأ للدولة أو والدي للخطوط والدتي الساخنة اللي الدوله بتحمي الناس من الابتزاز بالظبط. الإلكتروني هيخاف. النقطه الثانيه بقى ان احنا يعني في مثل بيقول من امن العقاب اساء الادب، أساء الأدب. فيعني احنا المفروض ان احنا نعاقب، يعني يبقى في بقى تجارب عينيه بيتم عقاب فيها على مرأى ومسمع اعلامي من حضراتكم طبعا، القنوات التلفزيونيه، ان هي تبقى لما يحصل حاله شبه كده نجيبها ونجيب الشخص المبتز ونوري الناس ازاي بيحصل له، يبقى في عقوبه للشخص دوت، سواء عن طريق المواقع الالكترونيه، عن طريق مواقع وزاره الداخليه، وان هي العقوبه دي ممكن توصل للسجن المشدد، وفي عقوبات اخرى كتير على حسب نوع الابتزاز اللي هو بيتعامل بيه. هو ده حصل فلازم فعلا العقوبه مؤخرا في العديد من القضايا الحقيقة، تمام، يعني يعني هو لازم الدولة نبقى مشكورة نفوق على قامت الموضوع بواجب كبير دوت قوي طبعا في الموضوع ده. طبعا. لغة الحوار بقى، يعني احنا طبعا بنناقش مشكلة، فاحنا قبل ما نناقش المشكلة لازم نبقى مش عايزينها تحصل، يعني ان هي تحصل دي تبقى دي أسوأ حاجة احنا ممكن نختارها. فاحنا بقى لازم كمجتمعات مدنية وكإعلام مصري وكأحزاب سياسية وكل مؤسسات الدولة تتعامل على الموضوع دوت، ونبتدي ان احنا نوجه او نغير الثقافة الفكرية المجتمعية، ان الشاب نفسه يعني ده حاجة من الحاجات اللي الدين يعني ربنا والأديان السماوية كلها عاقبت على ان انت تبتز واحدة او واحد يبتز واحدة او واحدة تبتز شخص او الحاجات دي كلها، لازم يعني نوجهها نعلمها كرسالة لأولادنا، بس هو بالظبط المبتز ده بالظبط، بيكون ما لازم عندوش دي أخلاق رسالة من قيم الأساس.
طبعا لازم دي رسالة قيم لازم نعرفها لأولادنا، إن الحاجات دي ما يصحش إن إحنا نعملها، لا ديننا ولا أخلاقنا ولا مجتمعنا يخلينا إن إحنا نبتز شخص. دي حاجات لازم إن شاء الله نفعلها الفترة الجاية. دور مؤسسة الدولة والإعلام المصري وكل لازم إن شاء الله نفعلها كمبادرات مجتمعية إن شاء الله بإذن طيب الله. ننتقل للخطوة الثانية أستاذة داليا، وإزاي أنا كأم أو كأهل أكون داعم لبنتي وقت ما يكون عندها مشكلة مع الابتزاز الإلكتروني؟ يعني حصلت المشكلة خلاص، فأنا إزاي أكون داعم ليها؟ لأنه بالتأكيد هيكون في مخاطر على البنت سواء نفسيا أو اجتماعيا، خصوصا ان احنا مجتمع شرقي والمجتمعات الشرقية بتهتم بالسمعة اولا. تمام، والله النقطة الاولى ان احنا لازم نحسس البنت ان هي مش لوحدها، يعني ان انت خلاص وقعتي في مشكلة، فاحنا كأهلك لازم نقف جنبك ولازم نتواصل مع الشخص المبتز ده، يعني كأم كأب ان احنا نتواصل معاه، ما نسيبش البنت لوحدها، هي اللي هي فريسة ليه لوحده ان هو يبتزها، لا ده انا كأم هتواصل معاه اقول له واكلمه. الحاجات دي كلها بتخلي الشخص اللي يبتزها يخاف، هو يعني المبتز ده لازم يحس ان طبعا كل الكلام ده. استاذ داري حضرتك معانا؟ اعتقد انه الزوم فصل، فكلام استاذة داليا واضح وصريح جدا جدا على كل ام وعلى كل اب ان هم يكونوا داعم كبير جدا جدا لاولادهم او لبنتهم تحديدا وقت الابتزاز الالكتروني. هي مش بايديها، هي ممكن تكون وقعت في فخ هي ما تقصدش انها تقع فيه، او يعني ممكن يكون في صور مفبركه، ممكن يكون في حاجات كتيره قوي لازم اكون انا اول حد هي بتلجا له. فعشان كده بدايه ما ينفعش نرهبهم او نخوفهم من اللي هيحصل لو هم قالوا حاجه زي دي او لو هما وقعوا في مشكله زي دي. بالتالي ان احنا لما يحصل حاجه حوالينا زي دي نتكلم مع اولادنا نقول لهم شوفوا اللي حصل مع البنت دي، لا ده كان لازم مامتها وباباها يقفوا جنبها علشان ما تخافش وتروح لهم وتلجا لهم. فده بيديها الطمانينه انه بعد الشر على اولادنا كلهم لو وقعوا في المشكله دي في المستقبل بعد الشر يلجاوا يعني للاب والام اول حد على طول. اساس حمايه البنت هو الامان، فخليك دايما مصدر امان لبنتك علشان ترجع لك، اوعى تخليها خايفه، فالخوف ده لوحده كارثه، الخوف ده لوحده ممكن يخلي المشكله من مشكله بسيطه وسطحيه جدا جدا لمشكله عميقه جدا ممكن تاثر نفسيا على البنت وعلى سمعتها وعلى حاجات كتير قوي قوي. فدايما تاخدوا بالكم من الحكايه دي وخلي دايما الوصال والحوار مفتوح بينكم بين اولادكم.